السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة يوميات الفراشة. ان شاء الله تكونوا بخير وبصحة جيدة. اذا راح نديروا اليوم معكم سلطة دافية، تجي سلطة راقية وتجي بزاف ديكور تاعها شباب وتجي بزاف بنينة. هكذا اللي ما يحبش ياكل الخضرة ياكلها بصفة عليه. كبداية راح نبدا، عندي لهنايا رز ابيض غليته 10 دقائق ولا 12 دقيقة، كي طابت يعني دخلوا طياب نحيته ودرت عليه الماء بارد وصفيته مليح. نبداو على بركة الله. بسم الله. راح ندير عليه شوية مايونيز. المايونيز هذا خدمته في البيت، كنت درته معاكم مقبل في فيديو. شوفوا نديرو كمية مليحة. عندي طونة تاع الزيت، عندي ذرة المايس، وعندي شوية زيتون مقطع ماشي بزاف، يعني نديرو كمية صغيرة ونديرو الذرة هكذا. نخلطو مليح هاد المقادير باه نخليو الرز هذاك يتشرب هذاك المايونيز كامل. ما نديروش الملح على خاطر المايونيز فيه الملح والرز طايب شويه ملح. كيما هكذا نحطو على جهه. عندي لهنايا الخضره تاعي طايبه، عندي بيتراف طايب مغلي مقشر، عندي 3 حبات بطاطا، عندي زروديه كيف كيف مغليين مقشرين، وعندي 5 حبات بيض او ربعه ولا او حسب الكميه اللي حبيتوها. راح نبدا نربي الخضره تاعي كامل. بسم الله كما راكم تشوفوا نربيها وهي طايبه. ربيت البطاطا، نزيدو الزرودية نفس الشيء، ديروها في خشين. بلاك ولا تبيرتيكم ولا يديكم هاد الكرفاج هذا، أنا دايما يخدعني. نزيد البيض نفس الشيء نسكرفجو. حتى البيتراف نسكرفجو تاني. بعد ما كملت ربيت كامل الخضره ديالي، عندي لها هذا المول هذا تاع الحديد، ما فيهش قاعده، نجيب طبسي يعني لي ساعتكم، كاين مدور كاين قلب كاين معين، انا خيرت هذايا المربع هذا. كأول قاعدة راح ندير هذه البطاطا. البطاطا راهو فيها شوية ملح، غليتها في الملح. نستفها مليح بهذه الطريقة. هاد السلطة هادي تناسب بزاف، يعني تكون عندكم عرضة ضياف ولا ديروها لها، يعني ديروها يعني مع الماسيدوان ولا يعني كشكل جديد. انا يعني بصراحة انا كشتها في واحد القناة اجنبية عجبتني بالبزاف، رغم انه احنا موالفين بهاد السلطة لكن الديكور عجبني بزاف. هكذا ندير رشة ملح ماشي بزاف بما تخرجناش مسوسة. عندي لهنايا المايونيز انا درته في هذا الكيس الحلواني باش يسهل عليا الخدمه، فما نوسخش كامل دونيتي. ندير شويه مايونيز هكذا، نزيدو الجزر، زودية نفس الشيء بنفس الطريقة تاع البطاطا. هكذا اللي ما ياكلش الخضرة ياكلها، خاصة دراري صغار. نديرو رشة ملح ماشي بزاف، شوي فقط، نزيدو نفس الشيء كمية تاع المايونيز.
اللي ما يحبش مايونيز ما يديرش، هنايا نحطوها في بزاف. الان نديرو هذا الماسيدون، هذا تقدروا تضيفوا الحاجه اللي حبيتوها، يعني فطر ولا اللي حبيتو مع الماسيدون. نضغطوا عليها مليح كما هكذا، شوفوا كيف استفتها مليح. نزيدوا البيض، خدموا مليح هذيك البيض ثاني، ضغطوا عليها باه تحكم روحها ما تطيحش. هكذا نزيدو كمية تاع المايونيز، اوب كوزينة. هكذا الان نزيدو هذاك البيتراب، خدمو مليح البيتراب مليح مليح وضغطو. كملنا السلطة تاعنا، الان نحيو هذا لا غير بالعقل، نهزوه بهذه الطريقة. عيليك راح نسميوها، أما على بالي نسموها كعكة السلطة. عندي لهنايا مايونيز، نبدا ندير لها خطوط. هكذا نديرو الهاشية ديكور، غير حاجة خفيفة. عندي لهنايا لب تاع السلطة، نحط هكا مع طرف. كل واحد والديكور اللي يحب يديرو، يبقى ابداع. عندي شويه ازهار صنعتهم من الجزر، هكذا. عندي هذه ثاني ديكا لفت درتها على شكل أزهار. عندي لهنايا بيتراف قطعته على شكل فراشة، بما أني أنا نعشق الفراشات بزاف، نحط في الكوانات كيما هكذا. نزيدو قلب تاع جزر،
قلت لكم الديكور يبقى ابداع كل واحد وديكور تاعو كما راكم تشوفوا. هاي لكم دوكا واش راح ندير لها؟ ندير لها هكا اللي يحب الشبح ما يقول اه. راكم تشوفوا خاصه كي يكون عندكم ضياف جايينكم ولا كاش مناسبه تقدروا تخدموها ليله من قبل تخبوها في الثلاجه الصباح تقدموها بارده يعني تتكل سخونه وتتكل بارده ما كاش اشكال معها. هاي ليكم ولا كاش ما خصها واش خصها يا دراشا؟ خصها خصها اللون الاخضر. انا لقيت اللون الاخضر جبت المعدنوس شتو شحال لي تعب الطبخ نبالهم ساهل ونديروا هذا اللون الاخضر باه يزيد لها شويه ديكور يكون شباب. واش رايكم كيش غراكم تخدموا معايا سي نورمال كي ندير حاجه ديما نتخيلكم راكم تشوفوا معايا. ان شاء الله تكون عجبتكم هذا السلطه هذه وتجربوها واذا جاوكم ضياف ولا ديروا لها وزيدوا نتوما من عندكم يعني الحاجه اللي حبيتوها زيدوها من الفوق. هاي ليكم اللي تشاها صلاته هذه نقول له شهيدك في الجنه ان شاء الله. ما تنساوش ديروا لي جيم على الفيديو وخليوا لي تعليقات تاعكم باه نبقاو على تواصل. ونقول للناس اللي تحبني نقولها دعموني في القناه ديروا اشتراك وبارطاجيو لي فيديو والقناه مع الاهل والاصدقاء تاعكم هكا باه تكبر القناه ونتلموا كامل ونستفادوا كامل. ان شاء الله تعجبكم الوصفه تاع اليوم وجربوها وديروا لي التطبيقات تاعكم في المجموعه هكا نفرحوا كامل ونديروا الخبره مع بعض. ما بقى لي غير نقول لكم تهلاو في روحتكم ودمتم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم.